السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بشرى سارة لأصحاب المعك. البرلمان يناقش صرف العلاوات الخمسة يوم الأحد المقبل. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناة أخبار فايف، أتمنى من القدير أن تكونوا في كامل الصحة والعافية. الحقيقة أنا ما كتبتش خبر علشان حضرتك تخش أو علشان أوهمك إنك تدخل عندي الفيديو، لا، الخبر ده جاي من موقع مصراوي النهاردة الأربعاء 16 أكتوبر 2019 الساعة 8:30 صباحا. أنا مش بقول خبر مفرقع وخلاص، لا، أنا بقول لحضرتك خبر من مصدر موثوق. نبدأ الخبر على بركة الله. بشرى لأصحاب المعاشات، البرلمان يناقش صرف الخمسة علاوات يوم الأحد القادم. تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل تحديد موعد مناقشة ل 26 طلب مناقشة عامة من نائب خالد حنفي و 20 عضو عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالإعفاء الجمركي للأجهزة التعويضية والتقنيات المساعدة والسيارات المجهزة، والنائب أحمد علي إبراهيم وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن برنامج الإصلاح الإداري ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وتضم الطلبات أيضا النائب أحمد علي إبراهيم وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن صرف الخمسة علاوات لأصحاب المعاشات الصادر بها حكم قضائي، والنائب سعيد حساسين وعشرين عضوا آخر عن سياسة الحكومة بشأن موجهة للشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى إضعاف الدولة، أمل زكريا قطب وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تقييم وضع العاملين على الصناديق الخاصة الذي لم يتم تثبيتهم على درجات دائمة من الموازنة العامة للدولة، وسعيد حساسين وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تشفير بعد المباريات عن بس كرة القدم. كما تضم النائب خالد العراقي وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن بناء مدارس جديدة تستوعب عدد التلاميذ المتقدمين لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، وحتى يتم تخفيض سن المتقدمين لهاتين المرحلتين، والنائبة هالة فوزي أبو السعد وعشرين عضوا آخرين عن سياسة الحكومة بشأن حل أزمات الصناعة المصرية، محمد سعد تمراز وتسعة عشر عضوا عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز الصارخ في أعداد المعلمين وبناء مدارس جديدة، محمد سعد دمراز وتسعة عشر عضوا عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل المزارع متمثلة في انخفاض أسعار المحاصيل مقارنة بتكاليف الإنتاج المرتفعة من أسمدة ومبيدات وأيدي عاملة، ومحمد سعد تمراز وتسعة عشر عضوا عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مشروعات الصرف الصحي بجميع المحافظات وخاصة بمراكز كفر الدوار محافظة البحيرة. كما تضم النائبة إلهام المنشاوي وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بحل مشاكل بطاقات التموين ونظر تظلمات الأفراد المحذوفين منها وكيفية وصول الدعم لمستحقيه، والنائب سعيد حساسين وأكثر من عشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن حماية الآثار المصرية من السرقة والنهب ومنع الإتجار بها، وغريب أحمد حسان وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة البطالة، والنائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العاملين في الصناديق الخاصة على درجات
دائمة بالموازنة العامة. وسمير رشدي أبو طالب وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن سرعة تخصيص الأراضي المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها. وسمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وفتح قنديل، وتسعة عشر عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تقييم تسعير أراضي الدولة. كما تضم النائب فتح قنديل وتسعة عشر عضوا عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي، والنائب فتحي قنديل وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وفتحي قنديل وتسعة عشر عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الإرشاد الزراعي، والنائب خالد حنفي جمعة وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تسجيل بيانات زوج الإعاقة لاستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، والنائب هاني أباظة وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز الصارخ في أعداد المعلمين، وهاني أباظة وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل مزارعي الأرز ورفع الغرامات عنهم، وهاني أباظة وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن شراء وتسويق محصول القطن، هاني أباظة وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن حماية وتنمية الثروة الحيوانية وتوفير اللحوم بسعر مناسب. الخبر ده منقول من موقع مصراوي النهاردة من حوالي ساعتين، يعني الخبر كامل المصداقية، ولو سمحتم محدش يعلق ويقول ان الخبر كذب او الخبر غير حقيقي. الخبر قدام حضراتكم حقيقي 100%. انا لما بجيب خبر لحضراتكم بجيبه من مصدر موثوق، بجيب الخبر من صفحات موثوقة مثل موقع شهير زي موقع مصراوي، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لقيادات اصحاب المعاشات مثل الأستاذ المحترم المحامي عبد الغفار مغوري، مثل صفحات أصحاب المعاشات الذي يديرها أعضاء من اتحاد أصحاب المعاشات. بجيب لكم الخبر من مواقع زي مصراوي، اليوم السابع، مش بتعامل أساسا مع المواقع الشبيهة بالمستقبل أو النبأ أو أخبار الوطن وليس الوطن أو الموقع الغير هادف التي يسمى موقع البشاير. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من فيديو اليوم، وسأترك لكم فيديو آخر. الفيديو وضح في الأستاذ عبد الغفار مغاوري بيقول فيه إن في ناس من مجلس النواب ابتدت تتكلم عن تنفيذ حكم العلاوات الخمسة، وهم نسيوا أساسا إن هم السبب في عرقلة صرف العلاوات الخمسة بقانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد. شكرا لكم على المشاهدة، وأتمنى لكم أن تكونوا في كامل الصحة. أتمنى أن أراكم على خير، وإلى اللقاء. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناة أخبار فايت. أتمنى من القدير أن تكونوا في كامل الصحة والعافية. بشرى سارة لأصحاب المعاشات. البرلمان يناقش صرف العلاوات الخمسة يوم الأحد المقبل. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناة أخبار فايت. أتمنى من القدير أن تكونوا في كامل الصحة والعافية. الحقيقة أنا ما كتبتش خبر علشان حضرتك تخش أو علشان أوهمك إنك تدخل عندي الفيديو،
لا الخبر ده جاي من موقع مصراوي النهاردة الأربعاء 16 أكتوبر 2019 الساعة 8:30 صباحا. أنا مش بقول خبر مفرقع وخلاص، لا أنا بقول لحضرتك خبر من مصدر موثوق. نبدأ الخبر على بركة الله. بشرى لأصحاب المعاشات: البرلمان يناقش صرف الخمسة علاوات يوم الأحد القادم. حسب ما ذكر في الصفحة، تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل تحديد موعد مناقشة ل 26 طلب مناقشة عامة من نائب خالد حنفي و20 عضو عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالإعفاء الجمركي لأجهزة القطاع الجوي محمد جلال والتقنيات المساعدة والسيارات المجهزة والنائب أحمد علي إبراهيم وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن برنامج الإصلاح الإداري ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وتضم الطلبات أيضا النائب أحمد علي إبراهيم وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن صرف الخمسة علاوات لأصحاب المعاشات الصادر بها حكم قضائي، والنائب سعيد حساسين وعشرين عضوا آخر عن سياسة الحكومة بشأن موجهة للشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى إضعاف الدولة. أمل زكريا قطب وعشرين عضو عن سياسة الحكومة بشأن تقييم وضع العاملين على الصناديق الخاصة الذي لم يتم تثبيتهم على درجات دائمة من الموازنة العامة للدولة. وسعيد حساسين وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تشهير بعد المباريات عن بس كرة القدم. كما تضم النائب خالد العراقي وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن بناء مدارس جديدة تستوعب عدد التلاميذ المتقدمين لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، وحتى يتم تخفيض سن المتقدمين لهاتين المرحلتين. والنائبة هالة فوزي أو السعد وعشرين عضوا آخرين عن سياسة الحكومة.